قبل سنوات قليلة كانت هناك تحديات، لكنها لم تكن كما هو عليه الآن، والجيل القادم ينتظره تحد أكبر، وهذا كله بسبب أمراض تركناها تنهش في جسدنا ونحن غافلون. فمتى نستفيق؟ في رمضان بإذن الله. أمراض تنهش جسد الأمة سنتعرض لها ونذكر أسبابها وكيفية علاجها ونتوكل على الله، ولعل الله سبحانه وتعالى ينقذنا من غفلاتنا ويصحح ما بنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.